أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول الرجل يا إمام الرسل يا سيدي أنت بعد الله معتمدي؟ يقول: ما حكم قول الرجل يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد سندي؟ الله؟ نعم، ما يجوز هذا اللفظ يقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو سنده، ما هو بسنده، سنده هو الله جل وعلا. نعم. يقول: يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي؟ لا يجوز هذا، يا سندي ما يجوز. نعم.